لا خير لا خير خير. شوفي عم بيقولوا السيرفيس الطيام الحادث. يا لطيف يا لطيف. لأهل البيت يا جماعة، أبو فايز صار معه حادث. لأهل البيت يا سامعين الصوت، قولي قولي علي عليك يا أبو فايز، قولي على مامتي. خلصنا أختي خلصنا، حاجة بكي الموت كاس على كل الناس. والله روحتك مو قليلة يا أبو فايز، سبحانك يا رب ما حدا مات بالحادث إلا جوزي، حكمتك يا رب. هلا بدال ما تبكي ادعي له الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. قومي حضري حالك، بعد ساعة رح يطالعوه من المستشفى على الدفن. يلا سامحني يا أبو فايز سامحني، دخيلك أخي قبل ما أنسى، استنى شوي. يلا هاي السرة الله يخليك أخي، نزل لي إياها معه بالتابوت. وشو فيها هي السرة؟ هدول أواعي المرحوم أبوه ماتوا هو عم يغصيني فيه. صعب، بدي أسألك شو كان عم يأشر لك بالمستشفى وما كنت تفهمي عليه المسكين؟ شو وشوشك لما قدمتي إذنك منه؟ صار يحكي وما فهمت عليه غير إنه سرة، فقلت أكيد بده يعني نزل معه هاي السرة بالتابوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه الله يرحمك يا صهري ابو فايز. يعني كل ما عطيتك واحد تعطيني 25,000؟ ما بينقصوا فرنك ولا بيزيدوا فرنك، بقى شو قلت؟ موافق؟ ايه بدنا نبلش؟ فوراً إذا بدك، بس هلأ بمين بدنا نبلش؟ المقبرة فاضية. شو فاضية؟ يعني ما حلا تعبى، مو بقيان فيها غير أفايز. شو يعني ما بدك يال أفايز؟ لا مو مسألة ما بدي إياه، بس يعني هو ما صار له 5 أيام متوفي، بجوز ما يمشي حاله بالتشريح الطبي، فيعني ما بدي غامر وادفع مصاري على الفاضي. ايه مو مشكلة، خده ببلاش، هذا بنعتبره فاتحة خير بيني وبينك يعني. ايوه ايه، إذا هيك ناخده، ليش ما ناخده؟ يلا، اتكلنا على الله.